صعبه والاهلي نجح ان هو يتخطاها كلها. ايه اصعب المراحل اللي انت شفتها من خلال وجودك والنادي الاهلي وقدر النادي الاهلي يعديها وكمان مش بس يعديها ده كمان يعديها بتفوق؟ طبعا الموسم كان فيه يعني زي ما بنقول بنطلع وننزل، بس كانت اصعب فتره بالنسبه لنا فتره لما خسرنا نهائي افريقيا ومستر وطلعنا من البطوله العربيه ومستر كارتيرون مشي. فالفتره دي كانت صعبه علينا جدا، ان احنا كان في تغيير مدرب مسكنا في الفتره دي كابتن محمد يوسف، مع كان في لعيبه كتيره مصابه، كان معظم اللعيبه الكبيره في الفرقه مصابه. فكان الفتره دي صعبه علينا جدا ان احنا كنا نقوم منها، كانت صعبه علينا شويه. بس بالفتره دي كان اللي بيلعب، لو لاحظنا في الفتره دي اللي كان بيلعب في الملعب كلهم ولاد النادي الاهلي، صح؟ فقدرنا نطلع بسماتنا بشخصياتنا باللي احنا اتعلمناه باللي احنا اتربينا عليه جوه النادي الاهلي، قدرنا نقوم من المرحله اللي انا بشوف دي كانت المرحله اللي فارقه في الموسم كله. فتره اللي هي شهرين ثلاثه ورا بعض كانت المرحله دي صعبه بالنسبه لنا، بس قدرنا نقوم منها باحسن صوره. يمكن لعبنا 8 ماتشات في شهرين تقريبا، احنا تعادلنا ماتش واحد بس وكسبنا 7، فدي كانت اصعب مرحله لنا في الدوري، ودي اللي خلتنا نرجع بصوره كويسه ونحط رجلينا تاني بصوره كويسه في الدوري، ودي اللي رجعتنا تاني ان احنا نقدر نكمل في نفس اللاين بتاعنا. انت قلت كلمه مهمه جدا، قلت ولاد النادي الاهلي. هل ولاد النادي الاهلي عندهم سمات معينه، شخصيات معينه جوه الملعب، ولا الموضوع ما بيكونش فارق عن ولاد النادي الاهلي واي حد تاني موجود؟ لا اكيد اكيد في اختلاف 180 درجه بين اي واحد اتربى في النادي الاهلي وعاش فكره البطولات وفكره ان هو انا ما قداميش غير البطوله غير اي واحد جه من بره. ممكن يخش في السيستم بتاع النادي وكيان النادي والكلام ده كله، بس مش زي الغير على التيشيرت النادي الاهلي وان انا لازم اكسب، مش هتلاقيه عند اي حد. هتلاقي افراد ممكن يتعدوا على الصوابع ان هم جم من بره ودخلوا في النادي الاهلي قوي، بقى تحس ان هو ايه ابن من ابناء النادي الاهلي، مش اي حد يقدر يعملها. وده انا شفتها، يعني انا يمكن انا طلعت اعارتين ورا بعض، انا شفت دي، حسيت دي بره وحسيت اختلاف النادي الاهلي. ان بره يعني كنا بنخسر الماتش وعادي نروح يلا ناكل ونضحك ونهزر، وانا مش متعود على كده. فدي ده الفرق، ده اللي مخلي النادي الاهلي في حته مختلفه على طول، في مكانه مختلفه على طول، ان تفكيرنا مختلف. ده الفرق بين لعيب النادي الاهلي وبين لعيب اي حد، وده الفرق برضو باللعيب اللي هو تربيه النادي الاهلي غير اللي بيجي من بره. طبعا الاحترام ولعيب كبير أكيد. بس بتبقاش بياخد وقت كبير عبال ما يرجع. لكن لو لعيب النادي الاهلي المتربي جوه ده، لو فنيا 50% بس هو قلب وروح وعزيمه، هتلاقيها 200% مش 100%. ده الفرق بين لعيب النادي الاهلي والمتربي جوه النادي الاهلي. كريم، انت اكيد تابعت السوشيال ميديا وتابعت بعض البرامج اللي كانوا